اطلب العلم على قدر ما تعطي العلم تكون دعوتك، وخاصة إخوانا الذين من خارج هذه البلاد استغلوا هذه الحلقات، والله ما تجدوها في بلادكم كتب تدرس، كتب السنة، كتب التوحيد، كتب العقيدة، كتب الفقه. والله على قدر ما تعطي العلم تكون دعوتك. وإياك والاضطراب في العلم في الحلقات، مرة هنا مرة هنا مرة هنا مرة هنا، هذه ما تخرج واحد طالب علم، تخرج واحد مثقف ثقافة إسلامية. وأخبرني أول ما جئت المدينة أحد الإخوة يقول أنصحك بالثبات، إذا على درس أثبت. قال والله مشكلتي جئت المدينة، فلان الشيخ فلان فتح درس الأربعين النووية، أخذت الأربعين النووية شهر ونص شهرين مللت، فلان فتح درس في أصول الفقه أخذت كتابي رحت أصول الفقه، هذا فلان فتح درس في نيل الأوطار تركت أصول الفقه رحت نيل. بعد 5 سنوات قال يا فلان، قال ها، قال تخرجت يلا ارجع لبلدك. يقول ما استفدت شيئا. أثبت، اختار لك 3-4 متون واثبت عليها. وأنا أوصيكم بالدروس العلمية التي في النت، والله فيها خير عظيم، اجعلها كأنك جالس في حلقة. افتح لك درسين من دروس النت، مثل 40 نووية وعمدة الأحكام، أو 40 نووية وكتاب التوحيد. لا تقل لي موجودة الشروحات في الكتب، لا، أنا أريدك أن تسمع. بركة العلم في السماع، تلقي العلم في السماع. قال السلف كان العلم في صدور الرجال وانتقل إلى سطور الكتب وما زالت مفاتحه بأيدي الرجال. وخذوا هذا الأثر العظيم يبين لك أن العلم عن طريق الرجال وليس عن طريق الكتب. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اضطرب بعض الصحابة حتى قال عمر من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ضربت عنقه، وأنتم تعرفون عمر وقوة إيمانه. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وصعد على المنبر، فترك الناس عمر، كان يتكلم في المسجد، واتجهوا إلى شيخ عمر أبو بكر، فقال من كان يعبد محمد فإن محمدا قد إيش مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم. ماذا يقول عمر؟ والله كأني إيش، ها، هو سمعها قبل ذلك، قرأها، لكن لما جاءته مفسرة عرف معناها. فعرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم بركة العلم في السماع. اسمع للعلماء، خذ 40 نووية، لا تقل موجودة شروحاتها، لا، أنا أريدك أن تسمع العلم سماع. عمدة الأحكام اسمع نصف ساعة، ساعة إلا ربع، 20 دقيقة، وقيد، اكتب، وافتح المتن الثاني 40 نووية واسمع، ليس ضروري في نفس اليوم، يوم آخر، وهكذا طوال الأسبوع، 20 دقيقة من هذا، 20 دقيقة من هذا، يوم، يومين، 3، قبل أن تسمع جزءا اقرأ ما كتبت من فوائد. أنا الآن سمعت من عمدة الأحكام مثلا أو كتاب التوحيد، سمعت فوائد وقيدت بعض الفوائد، ثم سمعت شيء من 40 نووية وقيدت بعض الفوائد، لما أرجع أسمع شيء من التوحيد قبل أن أسمع أقرأ قراءة سريعة ما كتبته في المرة الماضية. وهكذا والله في فترة 2-3 تحس أنك قطعت شوطا في العلم، ليس بالسهل، بشرط سماع والمراجعة والتقييد، وسوف تسبب لك نقلة علمية ليست سهلة في حياتك. أنا لا أقول للشباب اتركوا حلقات العلمية،
لكن لا يضيع أوقاتكم. حبيناكم حبيتونا وخرجنا وزرتونا في الله وزرناكم في الله وتمشيات واستراحات. عمرك هذا يسألك الله يوم القيامة، وعلى قدر العلم تكون دعوتك بين الناس.